حظيت القمة العربية بدورتها الحالية المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية باهتمام إعلامي واسع، أكده حضور نحو 150 صحفيا من أكثر من 100 مؤسسة إعلامية إقليمية ودولية. هذا ووفرت المملكة العربية السعودية الشقيقة تسهيلات كبيرة للوفود الإعلامية، من أبرزها مركز واحة الإعلام والاستديوهات التقنية المتطورة والدعم الفني لجميع المؤسسات الإعلامية. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحدث الأبرز الذي يتصدر عناوين أكثر من 100 وسيلة إعلامية عربية ودولية جهزت المملكة العربية السعودية لتغطيتها مركزاً إعلامياً متكاملاً كان محط اهتمام وإعجاب الوسائل الإعلامية المشاركة. فقد نجحت المملكة العربية السعودية في استقطاب هذا التجمع الإعلامي الكبير، قنوات تلفزيونية وصحف وإذاعات من مختلف دول العالم، صحفيون من جنسيات مختلفة وقنوات عالمية التقت في هذه النقطة اليوم لتشهد هذه أهم قمة عربية في مرت في مسيرتنا في خلال الفترة الماضية. المركز الإعلامي واحة الإعلام اشتمل على أكثر من 30 استوديو إعلامي متخصص لتسهيل عمل أكثر من 150 إعلامي جاءوا من 20 دولة لتغطية مجريات هذه القمة والاجتماعات المصاحبة لها. في تسهيل كامل للإعلاميين والصحفيين من مختلف الأقطار العربية لتغطية القمة العربية، خاصة أن القمة بتأتي في وقت مهم ووقت حساس جدا في ظل أزمات وصراعات عربية كبيرة جدا على المستوى الداخلي، والقمة بتسعى لوجود رؤية عربية مشتركة تتحرك من مرحلة الأزمات إلى مرحلة صيغ مشتركة ورؤية عربية مشتركة للتنمية والتطوير. مما لا شك فيه أن المملكة كما تعودنا عليها أن هذا النجاح الإعلامي يواكب حقيقة هذا المستوى العالي من النجاح السياسي والاقتصادي في كل المناحي التي تخوضها هذه القمة. القمة محط اهتمام العالم العربي والعالم والإقليم ككل، تشهد المنطقة تحولات جذرية وهذا طبيعي ينعكس على الإعلام. حقيقة كانت التجهيزات الإعلامية مواكبة لهذا الحدث الكبير وعلى قدر عالي من الدقة والشفافية وعلى قدر عالي من التسهيلات التي تمكن هؤلاء الإعلاميين الذين جاءوا من عدة دول في الشأن السياسي أو الاقتصادي. دلالات كبيرة حملها هذا الاهتمام الإعلامي الواسع لقيه تسهيل ودعم لعمل الصحافة والإعلام من قبل وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، إيمانا منها بدور الإعلام في نقل مجريات هذا الحدث البارز. حضور إعلامي عربي ودولي كبير حظيت به هذه القمة جاء بمختلف وسائله المسموعة والمقروءة والمرئية ليضع المشاهد العربي على بينة مما تطرحه هذه القمة بأساليب صحفية وإعلامية ومهنية عالية. من مقر انعقاد القمة في جدة، يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.